السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين القناة الحسين مالوغ اليوتيوب أرضخ في اللون تسلام الدور يضنين أمس الفيديوهات اللي موجال عنوان الناس ما على ديس نسن ما إلا نمس آيات الكرسي والسرد نكني الأموري بيد ديل سنغ يعني رست نقرأ ضي الدوزال ما على ديس نسن ما إلا نغاية الكرسي رست نقرأ ضي الدوزال آيات الكرسي ما قيس إلا يعني كله غير ستلين تروانا داما إلا آيات الكرسي غميت غير الحفاظة إلا قيس ولا يؤوذه حفظهما ولا يؤوذه حفظهما الحفاظة كله اللي ستلين مدن الحفاظة خصحت نسن جميع الأمراض كسودن غير الفيروسات كسودن كورونا كسودن الحفاظة غير المال نسن الحفاظة كذلك اختار وانسن الحفاظة أمس العقل نسن الحفاظة غدين نسن يعني آية الحفاظة تقا مع لا ديس نسن ما كيسي لا غصاد مس الفيديو راه ناوي ما لا مس آية الكرسي ثم راه نعلم يا يتماتن غير العدد نيتماتن غور السن ما كيسي لا تبدا قران ابدا قران الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ولكن السن ما كيسي لا غانا فانه ودرس نسوي والو ولكن غص ان شاء الله راه تنعاون خت مازيغت يعني مدن لي مساكن يعني وباهره فهم اللغه العربيه باش الدنيا تفهم تقلب نفس الفيديوهات نتاع عرب تفسير الختاد من ايه الكرسي راس نسبيني ان شاء الله استمزيغ ما الا انا مس ايه الكرسي الآية الكرسي ان قيس الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقرا في بيت الا وخرج الشيطان منه ارن تكسد الشياطين الجن ارن تكسد السحر ارن تكسد مس انت تمدني انك الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقرا في بيت هن ولمكينة تغري آية الكرسي اما سنكرن تقمي ابل قيس تفوق الشياطين قيس لاني يعني وانا دار لنا الشياطين تقمي دار المشاكل دار سي مغني ما غرقاز تمغات الوالدين تروى يعني تروي بدا تقمي آية الكرسي أرتتو الصوغ أرتتو الصوغ الرسول صلى الله عليه وسلم آية الكرسي وكان مين نان غيكاد مين ما ديمين غيكاد يوتي الشيطان نيت الشيطان نيت هذا يعلم غيكا ما نيك ساختي علم يعلم أخت غدر أبو هريرة إكتن سيدنا أبو هريرة غير القصة أريد تحرس يا المال يعني البيت المال المسلمين أريد تحرس أريد تشكى الشيطان أريد تبادل صفت بنادم يقال الفقير يفتي يتاكل أما البيت المال المسلمين ارتي دي طمز ابو هريره افلس يلا الشيطان عافاك سمحيي في الغنتروان وشات الجوع ياك سليت غير سمحيي غير دوله دوله سول عاود يفتو الشيطان ان يفتو في حالته يدو سيدنا ابو هريره اناتي الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم هو اناتي قال الشيطان ردني دا غيوري صباحا دا غيوري الشيطان يسكر غير كان تيسكر التوالي يمكن ابو هريره الناس ركاو غير الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عافاك هي سي يرتاوي ترى داك علم غير الحاجه يعني ارست تبدا تيني تنفعوك اما حياتك غير دغيا اختي علم الشيطان الشيطان يقصد التاوي ابو هريره الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ابو هريره يا الحاجه اللي كان زيدو كان العدونك اللي خطوص العدونك انك راه داك من غير الحاجه راك تيمل انت العدونك يسن حاجه اللي ساك بدا يتضروا ايمل انت ابو هريره ابو هريره اللي غدا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب الناس الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ساكن الشيطان يغزنك ولكن انت قال كذاب يعني الشيطان بدا يكذوب ولكن الضرات غير اللي ساكن يغزنك ما ساسين الشيطان ماشي علمي ابو هريره بانه ايه الكرسي ما قيس لا ان الناس اذا اويت الى فراشك اختديت تفرش الفراش كتقونت فقرا ايه الكرسي الناس غير ايه الكرسي زر الشيطان ان ابو هريره يعلم حتى لنكني الناس غير ايه الكرسي لن يزال معك من الله حافظ الناس سافر بدا ديك كيتي للحافظ غدر ربي سبحانه وتعالى كيتحفظ ولا يقربك شيطان ولكن يقربك راه الشيطان حتى تصبح سيك صباح كذلك سيك صباح تنكرت غير ايه الكرسي ياك سليت ارديك انت اللي بدا الحافظ غير تفالوانك ارديك سنيت اللي الحافظ غير في المالك غير في الطوموبيلك غير في كل ما دارك عزان غير في الناس آية الكرسي غاني في الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمك بانه دوب ور كل صلاه كل تظليت ننزل الله الصبح الظهر العصر المغرب العشاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم انا اقرا آية الكرسي تمنى خدني السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله هذاك ورتفلت آية الكرسي غرت ولكن سميت اليقينه ولكن سميت ان السلمي اللي نغوكس آية الكرسي راه نكشب غير نكشب غير انظر ما الا نغوكس ايات الكرسي ما قيس الا واه اللي كله تقا سيدي الايات غل القران لا لاس الايات كله غل القران كذلك اعظم سوره ايه غل القران الكريم قالت ايات الكرسي يصرى الرسول صلى الله عليه وسلم تبدا نقرا ما كله قيس ايات الكرسي راه نبدا نظر ما الا نغوكس نانك غير العلماء عرفت ايات الكرسي بسيده القران الكريم تسن كله ايات الكرسي سلا لاس القران الايات كله القران الكريم علاش حيث جمعت الكثير من اسماء الله الحسنى الا قيسي العدد يسمى من ربي اللي قال الحسنى الحسنى ثم الا قيسي اسم من ربي اللي قال الاعظم الا قيسي اسم من ربي اللي قال الاعظم الاعظم الذي اذا دعي به اجب
ربي طافيه الاسم الاعظم يختصرش الدار حتى كيستجاب الا انك العلماء المفسرين الا مسن ايه الكرسي يعني قد يا غير غيس الا اسم الله الاعظم ماني كتقعد الكرسي لا قيس الله لا اله الا هو الحي القيوم الله ربي لا اله هنوري لك قالت ربي الا هو ابل انت الحي القيوم قال الحي حي بدا قال قيوم في العباد نسد السماوات والارض ان غيد الامام الغزالي ما سنا ان قيس انها تشتمل على اسم الله الحي القيوم انك الغزالي الا قيس اسم ربي اللي قال الحي القيوم وهو اسم الله الاعظم يعني غيد الغزالي ناك اسم الله الاعظم ما تيقال الحي القيوم غادا في بدا حدا يغلط ضلبت كان الدعاء تني كرا ضلبت كان خصك الحاجه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم انت ربي لا اله الا انت الحي القيوم دائما ضلبت اسم ربي الحي القيوم مزيان وكان سيدي راه داغ نزري اسمي الا نيضنا وقلت الايات الكرسيات الاسرار اللي قيس لاني نغمس الايات الكرسيه نزري سي نسير رياضني ما تيقال يقات ان قيس ربي لا تاخذه سنه ولا نوم هن ربي اللي قال الحي قال القيوم انك غي تفسير نس لا تعتريه سبحانه غفله هن ربي راه يتغفل افلك يغفلك يغكي قابل ربي يحفظك يحفظك تروانك يحفظك تروانك يحفظك المالك ولا فلك يغفل ولا فلك يغفل ولا دهول ولا نعاس ولا يقوان ولا نوم لا تاخذه سنه يعني ولا يتندم ربي ولا يتندم كان غير غادي يسوق الطوموبيل يحس بانه يسرى يمت لا زاد فوق الطوموبيل ولا الكاميون زاد يقلب ومع ذلك يتصل اللي يفوق سجل الكاميون يموت غير كذا قال لا تاخذه سنه ربي سبحانه وتعالى وريس هو يميكي تصرت النيا ولا ولو باش شايف العالم كله الحياه الدنيا كله ولا الكون كله ولا الملك كله رتي في ربي سبحانه وتعالى كيس ترون شكا فما بالك كيخ كيحفظ ربي سبحانه وتعالى حفظك ترى وانا كذا كيقدم كذا الحاجه يخشن كري غير مولا كرا والقماد ولا كرا يعني شفارن ولا كرا الحاجه انه يخشن ثم التفسير الا دار قيس اما سلقات الكرسي لا صرا نسي لا قيس لهما في السماوات وما في الارض يعني الا كل له الا درس كل ما الا نغي قنوان ولا ما الا نغي كان لله غفوص ربي كل مخارنش الحيوانات ايش سميتو العفيت كل غير اللي كيكسي ودني كيضبو الضريبه البوليس الجدرميه كل غير له ما في السماوات وما في الارض الا غفوص ربي الجميع عبيده كان كل العبد العباد ربي تحت قهره وملكه انتتني ملكن انا ما كان كرا الحاجه كراني يملك كرا الحاجه يملكت ما كان تي ملك واخا تكفى يرجي تحكم الملك ولي ملك الطياره ما تيقان قالت انه لا الا بعض ميدنا هذا كيف الطياره الدوله فكره الدوله ضني الطياره ولكن الرسول قيس تحكم وسولت ملك انت سي الدوله الطياره الناس قالك ما خصكش تكات كي ليست تكفل ولكن وليتي ملك نهو ولي ملك الطياره ما يتسكر انت واخا ياك اكتفال سول قيس تحكم ولا تسرشتو انت غير كان قال ربي سبحانه وتعالى قال الملك يعني انه قال الملك انه كل الحوايج واخا ياك تكفى يفايغ القلب يكفايغ يفاس يكفايغ دارني يكفايغ العرق انا ملكتو كان ربي يعني ولي صدر كريانا كيضرو اشكر ربي سبحانه وتعالى يملكت يعني كذا قال الجميع العبيد نربات قال لينا ما سندو القهر ربي سبحانه وتعالى الملك ثم اريد يسكا كان غي كان يس حتى قال انك ربي القران الكريم ما سن ايه الكرسي ناقص يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ربي سبحانه وتعالى يسن كله غير اللي سالا لعدونك ولا كله واللي كان ضدني كيسنب بما تسلان وما خلفهم حتى غير اللي نحبون ان انا كنت تزري حتى يا ربي سبحانه وتعالى يعلمه السنت غير انك المفسرين احاطته سبحانه وتعالى بجميع الكائنات جميع الكائنات ربي سبحانه وتعالى يحيط بها يدور كل السما تسكر واحاطته بالحاضر والماضي ربي انت يدور كل السن كل يميت الحاضر غير اللي نغصها دغاي اللي زرين دغاي اللي راه ديال شكل قدام المستقبل كيصرب بما ركيسي لي يعني راه كيحفظ ربي مستقبلك الجن اما الغيب الله سبحانه وتعالى يحيط بهم ويعلمهم ربي سبحانه وتعالى يسن كل ما تسلان يعني انه يغضر ربي سبحانه وتعالى يسن كل ما تسلان قال الحي القيوم ويعني انت تحفظ السماوات والارض على وراك كيحفظك يغدي سليت اذا ما تسكرت يلي ربي يلي ربي صلواتك الخمس صدقات ادور تظلم تحتين وتعدات تحتين هن كل تحفظ تمس لحياتك مزيان يستبعنا الصغير اما آية الكرسي لا قيس واسع كرسيه علاش يسمى آية الكرسي لا قيس الكرسي واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما لا يثقله وفلس الزاي ربي وفلس الزاي نقنوانان ديكالنان دي كله غالي دار غير نغلط نحفظ
ولا يؤده حفظهما وفلس الزين، ولا يعجزه ورتينري الحفظ نسن، ولا يتعبه ورتي السرموي. كي غير تماغت تحفظ لي الحاجه، تماغت تحفظ اللي اخترميت، تماغت تحفظ الكاميون كذا كوري فوق، يعني اي اللي اخترميت راه كيتصد ياك. غادي ناك ربي سبحانه وتعالى ولا يؤده حفظهما، لا يتعبه ورتي السرموي، ولا يشق عليه ورفلس الزاي، حفظ السماوات والارض، الحفظ يغنوان ديكال ومن فيهن غير اللي قسني اللان، غير اللي سالت نكي ولا كيي ولا غير اللي سالت العدون نكي ولا العدون كولا، فهو سهل يسير عليه سبحانه، يرخى كل فلس غير انت. انك كي غير كي كي ولا نكي، كي ولا نكي. انك سيدي كم تستطيع ان ترعى من ولد، مش كنت تروي اردت تصدر تنافلس تعسيس، مش كنت تروى. تقيت المعلم انك عسيس، ولا تقيت كريان فانا كي تقمي فانا كيت تروى، مش كيف تعسيس انت تروى. مش كاسي خصها فلس تعسيس، مش كامو تصدرت. المرأة كم تستطيع أن ترعى من الولد تام غارت مش كاسي مش كامو تزدر نتا الوقت تنترعي طول الوقت كله ضي دوز 24 ساعة تحافظ فلاس تحافظ إذا زادوا عن عدد معين يغدك يا ربي تروايا زويدن في ميك يفوق غوا يكشم غوا يتغوا دا غرابة يجبد غوا دا النسي غوا يدو غوا دار غوا يا هو الزاني يغير يغير إلا دارت مغارت بحرة ديالو إلا درت التكسيد إلا دارت إلا دارت سنت الزاني نظني مزيني أنا لوكان سيرت تاكوا كريكات الوقت مأسو جبن تطس هذا سو جبن الزغرز هذا سو القني بيلس يخصت انه كان سرت تقوى يا هو الزه الدرس الا ديال سي انت الزانيني ظنين واش كان ديال بابا تجار نكشم ندرس صافي تقابلت تقومي تكسر سرس مش كاسي قاد اما غنوش كان 20 وزان اما غنوش كان 1000 وزان اما غنوش كان الملايير البشر اللي لا ما سيكي وكان كله تني حفظك ربي سبحانه وتعالى قيسن مزيان غيد انك فالله سبحانه وتعالى لا يؤده حفظ كل السماوات والارض ومن فيهن ربي كله يغنوان دي كان ورات السرمو يخني حفظ وما فيه النغي اللي قسني داند الجين الانس الملائكة جميع ما قسني لان هذا شيء يسير على الله يرخى كله غير في ربي سبحانه وتعالى ثم الآية اللي الآية نيني لا قصة آية الكرسي نقص ربي وهو العلي العظيم العلي العظيم فهذه تبين لنا بجلاء عظام قدرة الله عز وجل الآية غلا اللي غينا ربي قال العلي العظيم راه خص بيان القدره نربي عز وجل انه سبحانه وتعالى الثاني قال القائم انت يقوم في كله في كل ما الا يقوم في ربي سبحانه وتعالى يتكلف سرس غير الجن انه ورزق حتى كرينا يفوق اما شندو الملك ربي سبحانه وتعالى غير الجن ولا الانس فالتحصن بهذه الايه معنى التي معناها ما قال الايه غير هذا اساس التحصن الآية الكرسي أساس تحصنات نقرا أستاذ نكنا ستريتون ما كان أساس تحصنات كول تقول له صدوار يقول أنا لو قلت تصدورت آية الكرسي الطوموبيل نك فلت غنى تصدور ستي تاروانك قول نيليني غير دمي ونضيد فلت غنى تصدور ستي المال نك فلت غنى تصدور إنما تصدورت آية الكرسي غير ستفلس ياك سليت هاتي نح في ربي سبحانه وتعالى ولكن الدركي للإيمان في ربي اللي ذلك اليقين يزد ربي سبحانه وتعالى الآيات الكرسية تيستقال الحفاظ اش كلنا كيس يسمون ربي لا كيس يسمون الله الأعظم كل ذلك اللي يقينا يقدر كل اللي يقينا واخا تغريت 1000 ايات الكرسي يقدر كل اللي ما ناس غير ديسنا غيلا واخا تغريت 1000 ايات الكرسي لا بدا ولا كذلك اختقت الظلم اش ظلمت ميد انت عدات في غواتا كلتي غوات يدعو ياك غوا دارك يتدعى غوا دارك يتدعى غوا واخا تقرات 1000 ايات الكرسي اذا من الشروط من ايات الكرسي هو درت تعدات في حتىين وظلمت حتىين ثم يغرد ظلمت حتىين غاكو دان تقرات ايات الكرسي هنرك تحفظ حفظ اكثر وحفظك المال إنك تلتجئ إلى الله وتعتصم به وبقدرته وبحفظه وكلائه ورعايته فيقيك من شر الشيطان أتقرأت آية الكرسي أتدس ذا ربي سبحانه وتعالى أرجس تعتصم تمكنت غير ربي سبحانه وتعالى أتمكنت القدرة ربي سبحانه وتعالى الحفظ ربي سبحانه وتعالى أنت حرصن سبحانه وتعالى در انت نك كيكسان انت نك كيكسان كله يتحبوا اما الشياطين الجن ولا الانس ولا كله ما يتوكش هذا البزنس انك فانك في الحقيقه اذا قراتها بهذه النيه فانت تلتجئ الى من لا ينام ولا يغفو ولا يسو اخت تغري حقيقه النيه النيه غير لسنا تغري ترس ها نرت دوت درميت تدوت دريان لي وريكوان يقات ربي سبحانه وتعالى وريكوان ولا لي تغفال ولا لي تسهو دارت سديت يقدر سديت تقصد والو وان له كل ما الا غيكنوان دوكا الا غفوس سنتا وان الجن وان الجن هؤلاء والشياطين لا يخرجون عن ملكه ولا عن قدرته الجن الشياطين دي سحار دو اللي كاتنين ميد نسطيت تورا تفوق غدو الملك نربي ولا تفوق ورد السماء تفوق غدو الملك نربي لا كله غدو الملك نربي انت تاكي حفظ وانه يعلم حركه ربي سبحانه وتعالى يسن حركه الجن الانس يعني ولا يؤود حفظهما وما فيهما وهو العلي العظيم وراتي السرموي اي حفظ السماوات نزديكال نحفظ طروان كيحفظ كل ما الا مزيان
إنك وقراءة آية الكرسي تحمي الإنسان من السحر قبل وقوعه. قبل داك يوقع كي السحر، قبل ديال شكرا كيسكي السحر. آية الكرسي تغري ترك تحفظ واش كادي كرياني دايس كراك السحر كدار كراو سحار يا شكيد الا يروش شاكي من تقمي يروش شاكي وشاكي وفاك تغريت آية الكرسي كله غالي ديسك غون داروا سحران ولا غالي ساكي يروش تقمي ولا غالي طت لي سكيوت ولا دار كي تاوي والو. يعني انت آية الكرسي راك تحفظ ورتا يغديش كالسحر اكيد اكيد انت في تحفظ كل آية الكرسي. ولا يمنع كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انك الحديث انك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمنع مسلم يكش مثل الجند يغموت ولا يمنع المسلم الذي قرأها من دخول الجنة إلا الموت. هل نريد تمنع مسلم يكشمس الجنة بلا الموت تغريت ما كيتمنعنا تكشمس الجنة الموت يعني تمنى تموت تكشمس الجنة تغريت آية الكرسي ليقينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي إن رسول الله الحديث هو النغران آية الكرسي خطغور دين من دبور كل صلاة مكتوبة غير اللي تكا غداد غداد تكا بعد جميع الصلوات الخمس أنا كيقرأ آية الكرسي. إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم والنغران آية الكرسي تغور دين كل ما تظليت لم يمنعه من دخول الجنه الا الموت وريت تكغرز الجنه بلا الموت يعني تمنى غير موت ريكسوش الجنه. اذا انه علاش زنكني اللي خلو نسن ايات الكرسي تقيس الا ونشكا علاش زاد لاسن تغفل. اذا انه من غصه اللي خصنت كله ايات الكرسي هذه زون شكا تقيس الا السد كيف لا سوري غفل دائما جميع الصلوات الخمس غرت ضيدي غرت تكون تفرش لبلاصتك غرت تتكيد الفرقه سيك صباح غرت كريويك راه تصيفط من بلاصه غرت فلاس كران طوموبيلك تفاش تغزني يقول لك راه الموتور ولا البيكار تقصد ترس غير في لاسيه الكرسي المالك في التكراي اللي انا اللي قال انا غدار كريان ولا كرا غير في لاسيه الكرسي تحفظ. اذا نيت الكرسي ما تقع الحفاظ نكون ميلا علاش اشكر تقراتي اسمه ربي اللي قيس لاني اسمه الحسن اللي قال لي الحسنى فولكينين مو ماشنين يسناو اسمه مو ماشنين ربي سبحانه وتعالى على استقراتي ربي سبحانه وتعالى انت تحفظي غير اللي داري لا الخير دينو كله اللي داري لا حفظي الصحه دينو تحفظي المال وحفظي التروان وسيه الكرسي. الفيديو ديال كذلك الدركو لي غاما اشكون غدار كي غاما يعني انه كي تقيتي البنادم اللي كان الشحيح مي كان الشحيح يقال البنادم اللي وريت تصدير نايك فوالو اختات كاع آية الكرسي الفضائل آية الكرسي دوت كيت الشحيح دارك غاما. اذا بارطاجي الفيديو سكرا سجي سكرا سجي مي الفيديو اسكر كي سكرا الماسي سمكرا كرا الحاجه في آية الكرسي او كرا الآية ولا كرا غير اللي ولا كرا الحاجه في آية الكرسي اسكر كي صغير يا الحرف اللي باش ميد باش الفيديو هذا يزيك زي لكم عيت ما تنغيضنين اتنيني لكم الفضائل ايه الكرسي السن ما كان ايه الكرسي استك الدور نقراو نسلم على الناس واش كنا الفيديو كنعاود برضو رضني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الدرك لي غاما.